بعد 50 يوما من المعارك، تحرير الطبقة بالكامل والتقدم من 3 محاور باتجاه مدينة الرقة قريبا. تقدم القوات العراقية غربي الموصل وتحرير أحياء جديدة من احتلال داعش في الجانب الأيمن. ومؤتمر إنساني يكرم جهود المنظمات والأفراد العاملين على خدمة اللاجئين. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن السوري. المح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديمستورا إلى إمكانية البناء على نتائج أستانا خلال محادثات جنيف ومناقشة فرض التهدئة في مناطق أخرى في سوريا. ما يتعلق بجنيف، أود القول بأن نتائج أستانا يمكن البناء عليها، وخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني. فنحن نتحدث عن مناطق التهدئة التي تم الاتفاق بشأنها، وهناك مناطق أخرى ستتم مناقشتها، وهذا قد يشكل تأثيرا إيجابيا جدا على النواحي الإنسانية. وإذا مارست الدول الثلاثة الضامنة الاتفاق تخفيف التصعيد ثقلها السياسي، فإن هذه الفرصة قد يكتب لها النجاح، ولكن يجب منحها الفرصة. هناك وثيقة تم التوقيع عليها، والأمر ليس مجرد إعلان. أعلنت الأمم المتحدة أنها أجرت محادثات مع روسيا وتركيا وإيران بشأن الجهة التي يجب أن تسيطر على المناطق الآمنة المقترحة في سوريا، ويقضي أحد خيارات المراقبة بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من أطراف ثالثة. ميدانيا، تطارد قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن آخر مسلحي داعش المتبقين في مدينة الطبقة في شمال سوريا غداة سيطرتها عليها وعلى سد الفرات المجاور. بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش قضت خلالها على المئات من مقاتليه، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن على الأحياء الثلاثة الباقية في مدينة الطبقة الجديدة، وهي الحي الأول والثاني والثالث، كما سيطرت أيضا على سد الفرات الاستراتيجي في ريف الرقة الغربي، لتصبح بذلك كامل مدينة الطبقة بيدها. وقال الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو أن السيطرة على الطبقة هي بداية النهاية لوجود تنظيم داعش في مدينة الرقة، وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد التقدم من 3 محاور باتجاه مدينة الرقة، وهي الريف الشمالي والشرقي والغربي للطبقة، مشيرا إلى أن معركة تحرير مدينة الرقة ستبدأ بأقرب فرصة حسب سير المعارك. من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمليات تمشيط مستمرة تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الطبقة بعدما تمكنت من الانتشار في السد المحاذي لها ليلا. وعلى الصعيد الإنساني، عادت المياه لمدينة الطبقة بعد 45 يوما من انقطاعها عن المدينة، فيما بدأت الحياة تعود تدريجيا للمدينة مع استمرار نزوح الكثير من سكانها بانتظار إنهاء تمشيط المدينة وإزالة الألغام والعبوات الناسفة منها. وجاءت السيطرة على الطبقة غداة إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خطة لتسليح قوات سوريا الديمقراطية، في أول إعلان رسمي يصدر عن الإدارة الأمريكية بشأن تسليح هذه القوات. وأعلنت واشنطن أنها ستبدأ سريعا تسليم شحنات أسلحة إلى مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. يعاني الأهالي كثيرا كي يتمكنوا من الخروج عن مناطق احتلال داعش واللجوء إلى أماكن أكثر أمنا، منهم من ينجح وآخرون يفقدون حياتهم إثر استهدافهم بشكل مباشر من داعش. نازحون عن ريف الرقة ومدينة الطبقة يتحدثون عن معاناتهم والمخاطر التي واجهتهم قبل نجاحهم في الوصول إلى مخيم الكرامة. نتابع. تعقدنا بهالعيشة، تعذبنا، يعني حتى المرضى لا نقدر نطلعه لا هيك ولا هيك، يعني إيش بدنا نسوي؟ بهذه الكلمات اختصرت هذه السيدة معاناتها في ظل الحصار الذي فرضه تنظيم داعش عليهم. وصلت فايزة والكثير من العائلات إلى مخيم الكرامة بسلام. يعني جوعونا، عطشونا، شنشطونا،
تعذبنا من وراهم عذاب، عذاب يعني عذاب الكفار يمكن أهون من هالعذاب هذا. صاروا يلاحقون المرأة ويلاحقون الزلمة على أي شغلة فاضية، أي شغلة بسيطة. يعني هالحزاني قبل ما أطلع من خيمتي جبت توم ولاد لأنهم مرضانين ولزمتهم حضانة مدينة رقة. شوف صعبة علي أني أحطهم بالمشفى وبالحضانة، يعني شوف وصلت لوين، مات واحد وظل واحد. الحز هالطفلة الصغيرة اللي عندي هي الموجود، يعني كل يوم الصبح بشهود الجيران كلياتهم حط عليه اليوم أقل شيء 8500 ورقة اليوم. أطفال، نساء، شيوخ، جميعهم يفترشون الأراضي. منهم من نجح في الحصول على خيمة يبيت فيها، بينما ينتظر آخرون في العراء. أول شيء جينا دصار ضرب الكرامة، نزحنا على الزور، ومن الزور ضلينا تقريبا حوالي شهر، وبعدين ردوا حولونا قالوا لنا ارجعوا من على المخيم هنا، ورجعونا هنا على المخيم. فشوفت عينك دعك شهر المخيم، يعني عائلات كلها فوق بعضها، كل خمس عائلات ست عائلات بخيمة واحدة. تزداد المعاناة مع ارتفاع أعداد النازحين عن مناطق داعش، إذ يحاول الكثير من المدنيين والأهالي في المناطق الخاضعة لداعش النزوح إلى مكان آمن خشية استخدامهم كدروع بشرية من التنظيم. المهربين قطعونا من داعش، داعش كان على الطريق ناصب حواجز ويلاحق الناس من مكان لمكان. ويوم دخلنا بأول حاجز ضرب لحقتنا سيارة هونداية وضرب علينا النار، طلق علينا النار، بطحنا بالأرض والشباب عاد قاموا طلقوا عليه النار وهزموه وساعدونا جابونا على المخيم له. تجلس طفلة هنا بعد رحلة شاقة وخطرة تأكل بعض الحلوى، بينما يجد أطفال آخرون فرصة للعب على أمل العودة لمنازلهم قريبا بعد طرد داعش منها. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنعود بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. في الشأن العراقي، أحرزت القوات الأمنية العراقية تقدما هاما على محاور غرب مدينة الموصل، حيث حررت أحياء جديدة من احتلال داعش. التقرير التالي مشاهدينا والتفاصيل. تستمر انتصارات القوات العراقية في التوالي يوما بعد يوم، وخاصة على الجبهة الغربية للموصل، حيث تتحرر أحياء جديدة كل يوم من احتلال داعش الإرهابي. ويتمثل ذلك بتحرير حي الهرمات الثانية الذي سيفتح الباب نحو تحرير حي الاقتصاديين، حيث تتوغل القوات في المداخل الشمالية لحي الاقتصاديين الذي تم اقتحامه صباح الخميس ومحاصرة دفاعات مقاتلي داعش بعشرات الآليات المدرعة، بالإضافة إلى اقتحام حي الإصلاح الزراعي وقتل أبو أيوب الشامي الذي يوصف بأنه المسؤول العسكري لداعش في حي الإصلاح الزراعي وثلاثة من معاونيه. وحتى الآن تم تحرير ما يقارب من 30% من منطقة 17 من تموز، حيث تمكنت فرقة الرد السريع من التوغل شمال الحي والوصول إلى شارع 60 الذي يقسم حي 17 من تموز إلى قسمين. وكان قد تم الثلاثاء تحرير منطقة الصناعة الشمالية أيضا غرب الموصل، وقبلها تم تحرير صناعية وادي عكاب وغانم السيد. وتكثف قطعات الشرطة الاتحادية من عملياتها في محاور جنوب وغرب المدينة القديمة للضغط على دفاعات الإرهابيين المتهاوية إثر انفتاح محاور القتال وتزايد الضربات. إنسانيا، أكدت الشرطة الاتحادية تحرير عشرات الأسر من قبضة الإرهابيين في حي الاقتصاديين ونقلهم إلى مخيمات للنازحين. كما تعمل القوات العراقية على تأمين المعابر الآمنة للمدنيين المحاصرين في المدينة القديمة.
الصراع بين الظواهر والجولاني أصبح الآن صراع غرور، ومن غير المحتمل أن ينتهي ما لم ينتصر أحد الطرفين، وهذا ما انتهى إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الزميل زكريا نعساني رصد كل المواقف التي طرحها المغردون على موقع تويتر في التقرير التالي، نتابع. تصدع كبير تشهده القاعدة قد يكون الأكبر منذ تأسيسها، فلم يخرج التنظيم المتطرف خلافات قياداته إلى العلن كما اليوم، وكلمة زعيم القاعدة أيمن الظواهر الأخيرة وتوبيخه لزعيم فرع التنظيم في سوريا أبي محمد الجولاني كانت خير دليل على ذلك. تلك الرسالة تحديدا أثارت العديد من التساؤلات، ما دفعنا في أخبار الآن لطرح استفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: كيف ستؤثر رسالة الظواهر على الجولاني؟ ردود الأفعال في هذا الشأن متباينة، فمنهم من يرى توبيخا واضحا للجولاني في الرسالة الأخيرة ومحاولة كبح جماحه وإعادته إلى بيت الطاعة، وآخر يرى أن الظواهر كشف برسالته هذه كذب النصرة بشأن فك ارتباطها، وهذه هي أبرز التغريدات. إذ يقول الدكتور صابر التبوكي: الجولاني في خطر. كانت كلمة الظواهر واضحة بالنسبة للجولاني وهيئته التي لم يرضى عنها، وقرر إعادة تشكيل القاعدة في الشام على يد المجرمين العريدي وأبو جليبيب الأردني، وهذا ما يحذره الجولاني لأنه سيعيد عليه طامة خروج داعش في 2013. ويضيف التبوكي: سيعود الجولاني فقيرا معدما باكيا، ولكن السؤال المهم، هل سيجد الجولاني من ينقذه هذه المرة؟ أما مازن فيقول: القاعدة تؤكد أن الجولاني تعمد تغيير اسم جماعته للتنصل والخروج عليها، فيما يرى صاحب حساب ASA الظواهري وصل إلى نتيجة أن فك الارتباط لم يحقق غايته المتمثلة في تجنيب النصرة مغبة التصنيف على لوائح الإرهاب، لذا يريد كبح الجولاني. أما عبد الملك وهو موال للقاعدة فيكشف عن حجم المشاكل داخل هيئة تحرير الشام بالقول: من يعلم بالمشاكل داخل الهيئة ومشاكل التي تبعت فك الارتباط والتوحد وتغيير جزء من المنهج يعلم أن كلمة الظواهر جاءت بوقتها. لكن هنا نتوقف عند الهدف الذي دفع الظواهر لوضع صورة الجولاني في الشريط المسجل. هناك يقول أبو ريان المأسدة: لن يفهم حجم الخبث في مونتاج كلمة الظواهر إلا من يعلم طريقة عمل مؤسساتهم الإعلامية، شريط الصور لا يخدم إلا مساعي التصنيف وافتراءات الغنامية. لكن في المقابل يرى أحمد الحسن أن محاولة وقوف الظواهر على مسافة واحدة من الفصائل ودعواتها للتوحد لا تعد أن تكون ألفاظ عموم خصصتها صور الجولاني ورهطه بأن تعالوا والحقوا بهم. البراء المسلم اكتفى بطرح أسئلة جاء فيها: هل أصبح الصراع بين الظواهر والجولاني صراع غرور؟ هل يسعى الظواهر لإعادة الجولاني تحت قيادته بعد انهزام تنظيم داعش الذي يقوده البغدادي؟ أما فيما يخص الصراع الذي كان بين الجولاني والبغدادي وهو صراع قديم، فيقول أحمد أبا زيد: الجولاني زعيم تنظيم براغماتي أكثر مما هو مؤدلج، استفاد من البغدادي ثم استعمل الظواهر لمواجهة قائده السابق، ثم حاول أن يندمج بقوة الثورة وفشل. وفي المقابل يقول ناصر الروقي: الظواهري بعدما سقطت ورقة التوت الداعشية يحاول اليوم التمسك بقشة الجولاني. أما شريف عبد القادر فيرى عكس ذلك، فيقول بلهجة عامية: الظواهري آفش من الجولاني لأكثر من سبب، في طريقة إدارته لما كان يسمى بالنصرة في سوريا، منها تغيير الاسم، تقريبا خايف على البراند نيم. ولكن ماذا عن كشف كذب الجولاني بفك ارتباطه بالقاعدة؟ هل فضح أمره الظواهري؟ وهذا ما يراه الرفيق أبو حيدرة الذي يقول: حديث أيمن الظواهري الأخير الموجه لهادش، ويقصد هنا هيئة فتح الشام في سوريا، يؤكد أن هادش ما زالت تابعة للقاعدة، وهذا ينفي ادعاء الجولاني بأنه فك ارتباطه مع القاعدة. ونختم مع تغريدة لعبير والتي تقول: كلمة الظواهري أثبتت أن كل من ينضوي تحت جناح القاعدة في سوريا أو غيرها من المجموعات المتشددة عاجزون عن تقديم أي شيء للشعب السوري. أعلن برنامج مكافأة لأجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية رصد 10 ملايين دولار أمريكي لمن يقدم معلومات تقود إلى تحديد هوية أبو محمد الجولاني. فإذا كانت قيمة معلومات عن الجولاني بهذا القدر، فما هي قيمة المعلومات التي تساعد على القبض على بقية المطلوبين؟
بعد إنشاء برنامج مكافآت مكافحة الإرهاب الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية عام 1984، قامت الولايات المتحدة منذ بداية البرنامج بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن ساعدوا في وضع إرهابيين في السجن أو أدت معلوماتهم إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم. واليوم تبلغ قيمة أعلى مكافأة مالية يقدمها البرنامج هي تلك التي تساعد في القبض على زعيم تنظيم القاعدة، حيث أن الولايات المتحدة عرضت مبلغ 25 مليون دولار مقابل تقديم معلومات عن أيمن الظواهري، بينما تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يعادله زعيم تنظيم طالبان الحالي الملا عمر بعشرة ملايين أيضا، وزعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني، بينما كانت تقدم 7 ملايين دولار مقابل المعلومات عن الرجل الثاني في داعش أبو علاء العفري. أما أقل عرض فيبلغ مليون دولار للأداء بمعلومات عن زعيم جماعة أبو سياف في الفلبين. حذر كثير من المتابعين للشأن الأمني في ليبيا من عودة داعش إلى بعض المدن الليبية مستغلين الفراغ الأمني، خاصة بعد هروبهم من مواجهة القوات الليبية في مدينتي سرت وبنغازي. مزيد من التفاصيل مشاهدين مع الزميل جمال العربي. تعرض أفراد من القوى الثالثة التابعة لمصر إلى هجوم في منطقة مشروع وادي اللود طريق الجفرة أثناء رجوعهم من مدينة سبها الليبية باتجاه مدينة مصر، ما أدى إلى مقتل 2 وجرح عدد من أفراد هذه القوة. وكان داعش قد نصب حاجزا مزيفا لإيقاف أفراد هذه القوة الثالثة التابعة لمصر وباشر بالهجوم عليهم وفق رواية أحد الناجين من الهجوم. تعد هذه العملية هي الأولى من نوعها بعد طرد داعش من داخل سرت. في 6 مايو كان الهجوم الإرهابي لتنظيم الدولة داعش على نقطة أو تمركز للقوة الثالثة في بعد رجوعهم من مدينة سبها. يعتبر هذه العملية هي الأولى بعد تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش. بالفعل وتم رصد عديد التحركات لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سرت وفي كثير من الوديان. يرى المتتابعون للشأن الأمني في ليبيا أن داعش دائما يستغل الفراغ السياسي والأمني في المناطق التي يريد السيطرة عليها، كما فعل من قبل في سرت وبنغازي. لكن يا ترى ما هي المدن الليبية التي يمكنها أن تكون فريسة سهلة لداعش؟ نعم، هناك معلومة على ضرب طيران دولي لوادي دبدب تقريبا في منذ أيام، وهو معسكر لتدريب داعش. أيضا منطقة جيرزا هناك فيها معسكر تدريبي لتنظيم الدولة وتم رصده من قبل قوات الأفريكوم، وسيكون هناك تحرك قادم بإذن الله تعالى في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع الأفريكوم. سيكون هناك تحرك على الأرض باتجاه هذه الأماكن. في حال توفر الدعم سيكون التحرك سريع بإذن الله تعالى خلال 2 أو 3 أيام القادمة. بإذن الله سيكون هناك تحرك خلال باتجاه هذه المناطق. وفي استطلاع للرأي قمنا به لمعرفة مدى تخوف الشارع الليبي من هجمات مستقبلية لداعش، أجمع كل من تحدثنا إليهم أن داعش لن يجد حاضنة اجتماعية في ليبيا وأنهم لن ينخدعوا هذه المرة، بل سيحاربونه كما فعلوا في بنغازي وسرت. الحقيقة ليس موضوع تخوف بل هو أمر واقع. داعش لم تنتهي في ليبيا، داعش هزمت في سرت وهزمت في أكثر من مدينة أخرى وانسحبت من بنغازي، ثم عادت لتتجمع المنسحبون والمنهزمون، عادوا واجتمعوا في منطقة بالجنوب الليبي رصدتها الأجهزة الأمنية. نرى ضروري من توفير أجهزة أمنية ودعمها بالسلاح وبالمال وبالذخيرة لتأمين الدول المناطق التي هربت منها داعش. أقيم في إمارة دبي مساء يوم الأربعاء مؤتمر إنساني نظمته الأمم المتحدة في إطار مبادرات عام الخير التي أطلقتها دولة الإمارات. تقرير الزميل عطاء الدباغ. كثيرة هي الأزمات الإنسانية التي تعصف بالمنطقة العربية، على رأسها أزمة اللاجئين والنازحين السوريين والعراقيين التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة جراء الحرب الدائرة التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وهو الأمر الذي دفع المنظمات الدولية إلى دق ناقوس الخطر مرارا وتكرارا لاحتواء هذه الأزمة.
وفي إطار دعم الجهود الجماعية والفردية وتكريمها وتسليط الضوء على مأساة اللاجئين في دول الجوار، نظمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤتمرا في مدينة دبي شارك فيه عدد من الناشطين والمختصين في العمل الإنساني، وحضرته شخصيات دبلوماسية وإعلامية. مشروعنا راح يكون عبارة عن مزرعة حابين نسويها، كانت الفكرة أساسا نبغي نسويها في الصومال لكن تعذرت علينا الأسباب، الأسباب أمنية كان صايرة عندهم، لكن في الأردن حابين نسويها في ملاجئ، لأن بهذه الطريقة أنت يعني اللي يبغي يأكل ممكن يلاقي أكل ويلاقي مثلا قوت يومه عبر المزرعة أنه يكون يشتغل فيها. هذول الآن عانوا وشافوا قتل أمهم، قتل أبوهم، قتل إخوانهم، قتل جيرانهم، هدم بيوتهم، كل شيء شافوا بعيونهم، فما نتوقع من هؤلاء، ولذلك احنا عندنا دور الآن للتأهيل النفسي. وخلال المؤتمر استعرض المشاركون بعض القصص والمشاهدات التي صادفتهم خلال زياراتهم الميدانية إلى مخيمات اللجوء في لبنان والأردن، وأكدوا في ختام المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود بين المنظمات وتقديم فضل السبل في خدمة المتضررين. الحدث اليوم كان احتفال بعام الخير، زي طبعا ما الإمارات أعلنت عنه بنهاية السنة الماضية أنه عام للخير، تحفيز للناس وتشجيع لأنه يشاركوا بأعمال خيرية. وفي ختام المؤتمر كرمت سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة الدكتورة رشا فيضي الإعلامية السورية تهامة بيرقدار، وتم تنصيبها سفيرة للنوايا الحسنة نظير جهودها الفردية في خدمة اللاجئين. القادم مسؤولية أكثر بكثير وأكبر بكثير من اللي كانت سابقا. طبعا أنتم بتعرفوا أنه أنا كانت رحلاتي والحملات اللي كنت أعملها سابقا كانت بمجهود شخصي بشكل إنساني، كانت من نابع أنه من شيء داخلي أنا جواتي كإنساني كتهامة الإنساني. هلأ صار طبعا مسؤولية أكبر بكثير. كما تم تكريم عدد من الجهات الإعلامية التي ساهمت في نقل مأساة اللاجئين والنازحين، على رأسها تلفزيون الآن الذي كان له دور كبير في تغطية القصص الإنسانية ونقلها إلى العالم. نحن في تلفزيون الآن لولي أهمية كبرى للشؤون الإنسانية، لذلك نخصص حيز كبير من تغطيتنا الإعلامية لتسليط الضوء على المحاصرين داخل المناطق في سوريا وكذلك النازحين في الدول المجاورة لسوريا. ضمن مساعينا للوصول إلى المحاصرين داخل سوريا نقوم الآن بالعمل على برنامج يسمى حاصر حصارك، سيبث على وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون صلة وصل بين المحاصرين في جنوب دمشق لإيصال تجاربهم التي عايشوها خلال 3 سنوات إلى المحاصرين في مناطق أخرى ليتعلموا منها الحصول على بدائل الحياة الأساسية من مأكل وملبس ومشرب وأيضا الكهرباء ووسائل التدفئة. عطاء الدباغ لأخبار الآن دبي. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير. خلال 8 سنوات سيارات جوجل ذاتية القيادة مشت 3 ملايين ميل. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم التي سنتابع فيها بعد قليل. بعد إنشاء برنامج، إذن مشاهدينا نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية. سناب شات تتحدى منافسيها بمزايا جديدة. أعلنت شركة سناب إضافة عدد من المزايا إلى خدمة التراسل المصور خاصتها سناب شات، تتضمن ممحاة سحرية تظهر أسفل أداة المقص، إضافة إلى إعدادات جديدة تتيح للمستخدم جعل الأصدقاء يشاهدون صوره بدون حد أقصى من الوقت. مشاهدين إلى صحيفة النهار اللبنانية، لا عبوات بلاستيكية بعد اليوم، عبوة مائية صالحة للأكل. جاء في تفاصيل الخبر، صمم مختبر سكيبينج روكس عبوة مائية صالحة للأكل يأمل من خلالها استبدال الملايين من العبوات البلاستيكية التي ترمى في القمامة. نطالع مشاهدين من صحيفة النهار من صحيفة اليوم السابع المصرية، جوجل تطلق ميزة للبحث عن الحفلات والمعارض الفنية المنعقدة في محيطك. أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لمحرك البحث الخاص بها على الهواتف الذكية
وأضافت بعض المزايا التي تساعد المستخدم في اختيار المكان الذي سيقضي فيه العضلات المختلفة. وصحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: مايكروسوفت تدمج الذكاء الاصطناعي بالحياة اليومية. كشفت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء عن ابتكارات تكنولوجية جديدة تسمح باعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية من خلال استخدام نظام الحوسبة المعلوماتية والإكسسوارات الموصولة به. ومشاهدينا، ختام جولتنا الصحفية القصيرة من صحيفة القدس العربي: رجل آلي يجري بنجاح عملية حساسة لشبكية العين. في سابقة تعد الأولى من نوعها، أجرى رجل آلي تجربة سريرية تتمثل بجراحة معقدة للغاية لشبكية العين، وأثبت نجاحا منقطع النظير مقارنة مع أداء الأطباء البشر. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا: أعلنت شركة وايمو المتخصصة بتصنيع السيارات ذاتية القيادة الخاصة بجوجل على موقع تويتر أن أسطول الشركة من السيارات التي تعمل بدون سائق سار أكثر من 3 ملايين ميل على الطرق العامة، وتم تسجيل تلك الأميال على مدى السنوات 8 الماضية في مدن أمريكية عدة. وفي أخبارنا الرياضية، تعادل مانشستر يونايتد بهدف لهدف على أرضه مع سيلتا فيغو، ونجا من لحظات صعبة قرب النهائية ليتأهل إلى نهائي الدور الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس. واستفاد فريق المدرب جوزيه مورينيو من الفوز بهدف خارج الأرض الأسبوع الماضي. بعيدا عن الرياضة، صور أحد الباحثين في أنتراكتيكا لقطات نادرة لظاهرة جلد التنين على الأسطح الجليدية أواخر الشهر الماضي. ظاهرة جلد التنين النادرة هي نتيجة لحركة الرياح الشديدة التي تضرب أمواج المياه ثم تتجمد بفعل البرودة الشديدة. يتجول الرجل الهندي شاكيل أحمد في أسواق مدينة دلهي القديمة لعرض خدمة الماء على المارة العطشة أو لمن يريد الاغتسال، سعيا للحفاظ على هذا الموروث الشعبي الذي اشتهرت به الهند منذ قرون. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: بعد 50 يوما من المعارك، تحرير الطبقة بالكامل والتقدم من 3 محاور باتجاه مدينة الرقة قريبا. تقدم القوات العراقية غربي الموصل وتحرير أحياء جديدة من احتلال داعش في الجانب الأيمن. ومؤتمر إنساني يكرم جهود المنظمات والأفراد العاملين على خدمة اللاجئين. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا، بعد أقل من نصف ساعة موجز الأنباء، دائما كونوا معنا.